نروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع صاحب الهدف الثاني كريم فؤاد، وبعدين نرجع نستقبل بعد الفاصل كابتن ناصر عباس الحديث عن الحالات التحكيمية. انتظرونا. كريم فؤاد، كريم مليون مبروك على البطولة، مليون مبروك على الانتصار، مليون مبروك على الهدف النهاردة يا كريم. تكليل لمجهود كبير جدا البطولة النهاردة. يا تحاسب يا والله هتبص لي في المية. والله الحمد لله، يعني عملنا مجهود ومن ساعة ما جينا واحنا مركزين والحمد لله، يعني ربنا كرمنا والماتش مش زي ما احنا عايزين بالظبط، يعني اللعيبة كلها كانت رجالة والحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب. مين توقع لك الهدف غير أكرم توفيق النهاردة؟ أكرم توفيق وأخويا ومراتي. النهاردة كريم، أهم تعليمات الأهلاك مستر مارسيل كولر مع نزولك، وأنت واحد من يعني الأوراق الرابحة بالنسبة له على مدار المباراة اللي فاتت والنهاردة. والله هو كان قال لي يعني اشتغل عادي والعب لعبك عادي ودافع كويس وفي الهجمات المرتده لازم تبقى يعني تطلع بسرعه وبتاع عشان خاطر بيبقى في مساحات وعايزين نستغل ده، وقال لي ان شاء الله يعني هتسجل جون. الروح اللي بينك وبين اكرم وبين محمد هاني اعتقد بتبقى كلمه السر دايما والنجاح في النادي الاهلي. لا اكيد طبعا، مش بس الروح بيننا كلنا، يعني اللعيبه كلها جنب بعضها، اللعيبه كلها بتحب بعضها سواء في نفس المركز او مش في نفس المركز، اللعيبه كلها يعني بتحب بعضها وكلنا اخوات يعني، فدي سر يعني المكسب وروح حلوه بيننا كلنا. ولا يا كرم طبعا قول لي كنت بقول لك ايه؟ قلت لي قول رر يا ايه؟ قول رر رر ايه؟ رر رر.